أنا نأيد الاجتماع ومبارك للاجتماع بحكم أنه يأيد التوحيد وبالأخص توحيد القوات المسلحة وتحت قيادة مدنية. نحن نبارك هذا الخطوة ونبارك الانتخابات ونأمل أنها تكون أسرع من الوقت اللي مطلوب توه. نقول إن شاء الله بإذن الله الرؤية إن شاء الله واضحة وإن شاء الله يصير منها. وبإذن الله اتفاق اجتماع فرنسا هذا بإذن الله هي يوصلنا إن شاء الله إلى حل ليبيا كلها ويلم ليبيا كلها إن شاء الله. الحل الوحيد والانتخابات. انتخابات والله ما يدر لنا حل. حلها الوحيد البلاد المشير يمسكها بس. خاطب المشير والله ما نبو حد الله. اتفاق السياسي والله ما ينفع كله تو. جمع المشير خليفة حفتر والسراج والمشري ومستشار عقلية صالح. الانتخابات توا ما استيش منها موج ناظرينها. الجيش ضروري معهم حاجة الجيش. الجيش قبل الجيش خط أحمر طبعا. الانتخابات في ظل الانتخابات والحرب توا وتقول وفيس سراج قال تصعيد الحرب في درنا قال الأطراف الجيش يوخر من درنا. كيف يوخر من درنا وانت يضم دواعش مش محترف بيهم تو انت. ان شاء الله اجتماع فرنسا اليوم مع المشير وان شاء الله ان شاء الله انتخابات 100 100 ونفضل الغش ورب يوفق البلاد ونحن مع المشير ان شاء الله. والله الراي راي المشير نحن مع المشير عرفت. المشير يمسك لنا الجيش ويسيطر على البلاد كلها ويخلي البلاد كلمه واحده ان شاء الله ان شاء الله يحط هو الرئيس ويدير انتخابات هو تحت يده هو يقعد المنظمات ما فيهنش غش ما فيهنش اغتيال فيهنش مواضيع بكل عرفته. اجتماع فرنسا هذا طبعا نحن اللي يقولها المشير اللي ماشي بالنسبه للانتخابات الانتخابات هذينا برضو حتى ان اللي يقولها المشير اللي ماشي والمشير هذا ولي امرنا وهذا كل هيك هذا كل صراحه نحن ثيقين في سياده المشير اكثر من سياده المشير من قالنا ما انا ثيقين في حد اخر صراحه.